السلام عليكم، حياكم الله في مثل هذا اليوم قبل 1443 سنة هجرية حصلت معركة في التاريخ الإسلامي، هي من أعظم المعارك في التاريخ الإسلامي، قلبت الموازين، غيرت المعطيات. في مثل هذا اليوم قبل 1443 سنة كان الإسلام أن ينتهي، لولا حماية الله عز وجل أولا لهذا الإسلام ثم نصرته لنبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل أنا أبغاك أنت الآن ماسك الجوال تتفرج علينا، أبغاك تروح بخيالك كذا في سرير بالمكيف بالأمن والأمان مرتاح. والصحة والعافية. هذه الأحداث اللي بإذن الله بتشوفوا بعض المواقع اللي إن شاء الله حصلت فيها هذه الأحداث على أرض الواقع اليوم في هذا الحدث بإذن الله. خلوكم معنا. هي أسباب الغزوة اللي خلت الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج لاعتراض تجارة قريش. الأسباب إنه الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجروا ومن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد معاناتهم مع لإنشاء سكة الحديد من الدولة العثمانية وأيضا من أموال المسلمين. هذا هو جبل الصلصل، ضاع عنده عقد السيدة عائشة رضي الله عنها ونزلت آية التيمم. طبعا سيدتنا عائشة رضي الله عنها ضاع عقدها مرتين، مرة في هذا المكان ومرة الثانية في أحد الغزوات، غزوة رد بعض الصحابه صلى ودعا ودعا ورجع ونزل عند وارجع ورد ورد اربع من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وردهم في منطقه الروحاء طريق درب الانبياء. مدخل القرية نفسها له نظام مختلف، نظام حماية كامل. ما شاء الله تبارك الله. خيف الحزامي، وهذا مسجد الرضوان في هذه القرية، فيها مدفون الشيخ عبد الرحيم البرعي صاحب قصيدة يا راحلين إلى منى بقيادي. شوفوا هذه قرية خيف الحزامي قديما، آخر ما سكنت عام 1960 ميلادي. احنا الآن في منطقة وادي ذفران، وهذا هو بئر ذفران، هناك مقبرة عبيدة بن الحارث رضي الله عنه اللي استشهد على الطريق. طبعا احنا شهداء غزوة بدر، 14 واحد منهم اللي هو عبيدة بن الحارث استشهد على أثر الجراحات في هذا المكان. هذا المكان استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام، لأنه تغيرت المعطيات، كانت المعطيات أو كانت يعني خروج المسلمين كانوا من المدينة من أجل اعتراض القافلة، لكن لما أعلموا بأمر جيش المشركين أنه خرج من مكة إلى المواجهة، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة وكان يريد رأي الأنصار، فقام أبو بكر وقال وأحسن، ثم قام المقداد فقال وأحسن، حتى أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله لو خط بنا إلى برك الغماد أو لو سلكت بنا إلى برك الغماد أو كما قال المقداد ما تخلف منا رجل واحد. ثم قام سعد معاذ وقال ولك أنك تريدنا، بعد ما طلب الاستشارة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فإيش قال؟ كان بيمينه وجبل القائم على يساره. دخول النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبل حنان، كذيب الحنان. هنا عندنا الدبة. الحمد لله وصلنا إلى محافظة بدر،
الحمد لله على سلامتنا. وهذا هو مسجد العريش. ترى نحن الآن نعتبر في ساحة المعركة، هذه تقريبا هي ساحة المعركة، وإفطارنا حيكون في ساحة المعركة، ومقبرة شهداء غزوة أحد هناك، مقبرة شهداء غزوة أحد أيضا إن شاء الله حنمر عليها لعله بعد الإفطار. هذا إفطارنا إن شاء الله في هذا اليوم، يوم 17 رمضان يوم الأربعاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. لكن الآن مع الدروب هذه قديش المكسب؟ الناس يمكن واحدة مرة يزور السعودية، مكة والمدينة حياته وأمنيته أن يزور مكة والمدينة، ما يعرف غير الحرم الحرمين المكة والمدينة، غير كذا ما يعرف. هل ما في معالم؟ المدينة تذخر في أكثر من 200 معلم المدينة الواحدة، على قائمة هيئة السياحة أكثر من 2000 منطقة المدينة المنورة، 2000 موقع أثري. ساروا 300 ميلا أو ساروا 300 ميلا بعد عشرتهم سبع تواتر في الأقوال مشتهرة، وأغلب الجيش أنصار وبعضهم مهاجرين بأعداء لهم خبرة. تكريم أستاذ عبد الرحمن عاشور أبو بشرة، يستاهل كل خير. تكريم المرشدين السياحيين أبو حمزة التركي، أحمد التركي، والأستاذ أبو بشرى، وكذلك الأستاذ تامر إسماعيل حميدي، كلهم تكرم. وإن مالك المزرعة الأستاذ أبو صفوان، جزاه الله خير، يستاهل كل خير. هنا عريش النبي عليه الصلاة والسلام، والذي بني بإشارة من الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه، حيث قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا نبني لك عريشا تكون فيه؟ وهذه تعد المنزلة الثانية بعد المنزلة الأولى، والتي كان فيها جيش النبي عليه الصلاة والسلام بالقرب من ثنية أو بالقرب من العدوة الدنيا على يمين كثيب الحنان في أحد الأودية هناك، وادي بدر. وأشار الحباب بن المنذر للنبي عليه الصلاة والسلام بالتحول إلى هذه المنطقة، ثم بعد ذلك بني هذا العريش. وكلنا نستذكر ما حصل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، نزل المطر وثبت الأرض في جهة المسلمين، وأصبحت موحلة في صفوف أو في جهة المشركين، ودارت أحداث عديدة في هذه المعركة. من ضمن الأحداث التي حصلت المبارزة الشهيرة التي تبارز فيها عدد من المشركين وعدد من المسلمين. في بداية الأمر كانوا من الأنصار، لكن المشركين طلبوا أن يكونوا من أبناء عمهم، يعني من المهاجرين، فخرج حمزة، وخرج كذلك علي بن أبي طالب، وكذلك خرج عبيدة بن الحارث. نستفيد من نور الباص. طبعا حصلت المواجهة بين الفريقين، ونزل فيهم قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى آخر ما نزل في هذه الآيات. نتائج هذه المبارزة: حمزة وعلي كل واحد منهم قتل صاحبه، أما عبيدة بن الحارث فاختلف هو وصاحبه، فكل واحد ضرب صاحبه ضربة أصابه فيها. هذه الضربة أو هذه الإصابة أدت إلى استشهاد عبيدة بن الحارث على الطريق في منطقة وادي ذفران.